فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ. نعم. جدتي لا تستطيع الحركة إلا بمشقة كبيرة، فهي لا تستطيع أن تتوضأ كلما أرادت الصلاة، بل تتوضأ وتجمع بين الظهر والعصر، ثم تتوضأ وتجمع بين المغرب والعشاء، فهل فعلها صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما هو الحل؟ نعم، إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة تجمع بين الصلاتين، ما في بأس. نعم.